مساء الخير، نتمنى تكونوا بألف صحة ومرحبا بكم ديما في قناتي، في قناة ليديليستو هاجربيل. اليوم غندير معكم واحد تحلية زوينة خفيفة ومكوناتها كلهم فيهم فوائد، وكنتمنى تعجبكم. وغادي ندوزو على بركة الله للطريقة وفي نفس الوقت المكونات. غادي ناخدو واحد الخلاط، غادي نوضع فيه نص لتر ديال الحليب بارد، غادي نخرجوه من الثلاجة وغادي نوضعو نعبرو واحد نص لتر وغادي نديرو في الخلاط. بطبيعة الحال عندي هنايا واحد 20 غرام ديال اللوز، الا عندكم اللوز بوحدو ديروه، انا هنايا درت اللوز ودرت الكركاع، ممكن ديرو اي مكسرات كتفضلوا. بطبيعة الحال هنا عندي واحد 7 ديال التمرات كنحيدو لهم العظم، وعندي بنانة، وغادي نضيف عليهم واحد ساشي ديال الفلون ديال الكراميل كيف ما تتشوفوا. دونك هاد الساشي هادي واقيلا فيه شي 25 غرام كنظن، والله ما عرفت. المهم راه غير كيكونوا غير صغار ماشي دوك الكبار. المهم تنطحن هاد المكونات مزيان حتى ما يبقى والو في داك في المكسرات، وماشي مشكل الا بقاو، يعني راه ممكن انكم تاكلوهم هكذاك. من بعد كنوضعهم في واحد الكاسرونه اللي دايره على عافيه مهيله صافي، وكنبقاو نستمروا في التحريك حتى كيعقد لي داك الخليط مده ديال 5 دقائق بالضبط. صافي هنايا الخليط راه تقريبا وجد، ملي كنشوفو دوك الفقاعات كيطلعو صافي الخليط موجود. من بعد كنجيب دي فيغين اولا كاسات الحجم اللي نتوما بغيتو، انا بالنسبه ليا هادو الخليط تقريبا عمر ليا شي 6 منهم صافي. ملي كنوضع هاد الخليط كنخليه حتى كيبرد تماما، وعاد كنديروهم في الثلاجه باش كيزيدو يبردو مزيان. انا من بعد ما تنكمل الكميه اللي عندي في الخليط وفي دوك الكاسات كيجمد، راه هو دغيا تيجمد. وهنا بالنسبه للتزيين راه تنوضع فوق منه قطع يعني من دوائر ديال البنان اللي قطعتهم هكذا، واللوز ايفيلي اللي كنحمروه في الفران طبيعه الحال. بالنسبه للكريم كراميل انا استعملت الكريم كراميل اللي كيتباع جاهز وكنزين به في الاخير، ومني كنكمل هاد التزيين وهذا تنخليه حتى كنحس بيه بانه برد ما بقاش سخون، عاد كندخلو الثلاجه كي يزيد يبرد اكثر باش كيعطينا الطعم اكثر. وصافي هذا هو الديسير اللي تقاسمته معكم، اللي مكوناتهم ساهلين وكذلك حتى الطريقه كيوجد دغيا. وما تنساوش عفاكم اللايك وبارتاج وتفعيل الجرس بالنسبه للناس اللي تدخل جديده، وشكرا لكم بزاف ومع الف سلامه الى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله وبصحه فطوركم وسحوركم، وتقبل الله منا ومنكم مع الف سلامه.